الناس اللي يلغوت يعني كيتقرعوا مع الصيام وخاصة في العشرة أيام الأولى، الصيام لساعات طويلة اللي كتولد عليه إفرازات حمضية، شنو النصيحة ديالك دكتور عماد؟ فهنا غادي نعطيو وصفة اللي غادي نتهناو منها هاد المشاكل الجهاز الهضمي، لأن إلا هضرنا على هاد الغازات اللي كتنبعث يا من الفم يا الغازات اللي كتعطينا الانتفاخ يا الحالة ديال المعدة ديالنا، فنلخصوها في وصفة بسيطة ديال الجهاز الهضمي. المادة اللي كنهضر عليها بزاف اللي هي الخروب، إذن غناخدو الخروب مطحون اللي فيه الكولاجين الطبيعي اللي كيخفف لينا هاد الغازات وكيحمي لنا الجهاز الهضمي ديالنا. غادي ناخدو النبق حتى هو من المكونات المهمة، والنافع لانيس اللي فيه لانيتول. إذن الخروب مطحون، النبق مطحون، النافع مطحون، نص ربع من كل حاجة، لأن احنا غادي نصايبو على حسب الشهر الكريم، يعني ربعة صغيرة، ربعة صغيرة 125 غرام. إذن غنخلطوهم نغربلوهم في الغربة الرقيق حتى تولي عندنا غربة موسلين، كنقولو حنا رطبة، حيت غادي ناخدوها غنسفوها. كناخدو معلقة صغيرة من هاد المحلول هذا نص ساعة بعد وجبة الإفطار. بغينا نهيئوا راسنا قبل الشهر المبارك، هذا هو هدفنا اليوم. إذن غادي يعني يبداو هاد الوصفة مثلا من غدا، نعم، غادي شحال مرة يستعملوها؟ إذن غادي ياخذوا نص ساعة بعد الوجبة ديال الغدا فقط، أي مرة في اليوم، معلقة صغيرة ياخذوها ويشربوها مع الماء، تشرب مع كاس د الماء. نعم، تقدر تشرب مع كاس د أتاي. المحسن. غادي نعاود نرجع لك الأتاي. إذا معلقة صغيرة تشربوها مرة في اليوم بعد وجبة الغذاء، داوموا على هذه المسألة. حتى يدخل شهر رمضان. منين يدخل شهر رمضان؟ بعد الفطور، ناخذوها بعد الفطور، يعني نص ساعة دائما بعد الفطور ولا ساعة بعد الفطور، وكنداوموا عليها، فغادي تعطينا إفادة، لأن هادو مواد والنبق والنافع كلهم مواد اللي شنو كتسف داك الغازات، كتسف لينا الغازات، كتوزن لينا الافرازات ديال الحمض الكلوريدريك، وكتحافظ لينا على الجهاز الهضمي كله كيبقى مرتاح.